لبن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكاتب المسيحي المشهور سي اس لويس بشبه العلاقة ما بين اللاهوت والروحانية بخريطة بتودي إلى شاطئ معين، والروحانية بالخبرة أو الوقت اللي بنقضيه بهذاك الشاطئ. بمعنى إنه إذا بدنا إحنا نروح عند هذا الشاطئ نستمتع بالوقت الحلو لازم خريطة نعرف نروح هناك. بنفس الوقت شو الفائدة إنه إذا أنت عندك خريطة بس لكن انت ما وصلت الشاطئ من الاساس. هدف سي اس لويس من هذا التشبيه انه يوضح اهمية المسيحي انه مش بس يتعمق روحانيا بالدين تاعه او بحياته الروحية، برضو مهم جدا يعرف بشو هو بتعمق، لانه مش منطق انك تكون عندك المعرفة اللاهوتية بس مش عم بتطبقها بحياتك. برضو مش منطق انك انت عم تتعمق بإشي مش عارف شو هو، يعني بتصفي زي الأعمى اللي عم تمشي بطريق انت مش عارف لوين بتودي. فهاي الشغلة خصوصا كتير بنتذكرها خصوصا لما نحكي عن الأسرار المقدسة، لأنه الأسرار المقدسة يعني هي شغلة حقيقة لازم نعرف شو بصير بأثناء السر المقدس. برضو السر المقدس هو إشي ليفيدنا روحيا، هي نعمة لتفيدنا بحياتنا المسيحية، وهذا لا يقتصر على أنه نفهم سر القربان الأقدس اللي هو موضوعنا اليوم. كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بعرف سر الإفخارستية على النحو الآتي: سر الإفخارستية هو السر الذي من خلاله المسيح موجود بيننا على شكل الخبز والخمر من أجل أن يقدم نفسه كذبيحة لله الآب ويقدم نفسه للمؤمنين تغذية روحية لنفوسهم. إذن بنشوف بتعريف الكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية أنه في ثلاث عناصر بتخلي سر القربان الأقدس هو سر الكنيسة وبتعطيه هويته. أولا اللي هو الحضور الحقيقي للمسيح تحت شكلي الخبز والخمر. ثانيا أن سر القربان الأقدس هو ذبيحة تقدم لله الآب في القداس. وثالثا هي أن سر القربان الأقدس هو غذاء روحي لحياة المؤمنين. كل عنصر من هدول الثلاث عناصر لازم نفهمهم بشكل كتير منيح، وما لازم نشيل واحد من التاني، لأنه أي نقص من أحد الثلاث عناصر هدول يعد نقص في السر القربان الأقدس. في إنجيل يوحنا فصل 6 من آيات 51-66 يسوع بقولنا: أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا للأبد، والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي أبذله ليحيا العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعض وقالوا: كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلن تكون فيكم الحياة. من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي طعام حق ودمي شراب حق. من أكل جسدي وشرب دمي ثبت فيه وثبت فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وإني أحيا بالآب، فكذلك الذي يأكلني سيحيا بي. هو ذا الخبز الذي نزل من السماء، غير الذي أكله أباؤكم ثم ماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا للأبد. قال هذا وهو يعلم في المجمع في كفرناحوم. فقال كثير من تلاميذه لما سمعوه: هذا كلام عسير، من يطيق سماعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون من ذلك، فقال لهم: أهذا حجر عثرة لكم؟ فكيف لو رأيتم ابن الإنسان يصعد إلى حيث كان قبلا؟ إن الروح هو الذي يحيي، وأما الجسد فلا يجدي نفعا. والكلام الذي كلمتكم به روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون. لذلك بأن يسوع كان يعلم منذ بدء الأمر من الذين لا يؤمنون ومن الذين سيسلمه. ثم قال: ولذلك قلت لكم، ما من أحد يستطيع أن يقبل إلي إلا بهبة من الآب. فارتد عندئذ كثير من تلاميذه وانقطعوا عن السير معه. بعد هذا النص ممكن يخطر بالنا سؤال: هل كان يسوع بتكلم بشكل رمزي أم هل كان يتكلم حرفيا؟
هل الخبز والخمر اللي بناكل نعملهم في القداس، هل هو فقط رمز لتذكار فقط، أم هل يسوع كان حقيقة بيحكي إنه هذا هو جسدي وهذا هو دمي إن نحن يجب أن نتناوله؟ في أكثر من أدلة ممكن نعطيها للتفسير الحرفي اللي تؤمن فيه الكنيسة. أولا، إذا منشوف بالنص اللي قبل، يسوع بالمرة ما صحح تلاميذه، يعني حكى لهم أن تأكل جسدي وشرب دمي، وكثير من التلاميذ يسوع ما عجبهم هذا الكلام، حكوا أن هذا كلام عسير من يقبله. يسوع كان عارف أنهم بيفكروا زي هيك، بس يسوع ما صححهم، حكى لا أنا مش قصدي حرفيا، أنا قصدي مجازيا، ما صححهم. يعني بالعكس، يسوع أنه عاد يستفزهم شوي، أنه حكى لهم أنه إذا هذا كلام أنتم مش قابلينه، فكيف لو تشوفوا صعودي للسماء، هل رح تقبلوه؟ ومنشوف أنه بهذا النص أنه حتى كل التلاميذ هدول نفسهم اللي شككوا بالكلام، ما عجبهم الكلام، تركوا المسيح وبطلوا يتبعوه مرة تانية، ولسه المسيح ما رجع وصححهم، حكى لهم لا فهمتوني غلط، خلينا نظبط كلامي. وهذا الأسلوب غريب كتير عن اللي بيعمله يسوع بالأنجيل بشكل عام. مثلا بمتى 16 يسوع كان بيحكي للتلاميذ عن خميرة الفريسيين، وأنه احذروا منها وانتبهوا منها. كتير من الرسل والتلاميذ فهموا هذا الكلام حرفي، أنه شو يعني خميرة الفريسيين؟ هل بيخبزوا نحن بعجنوا في خبز ننتبه له ما نأكله في سم؟ يسوع صححهم، حكى لهم لا أنا قصدي خميرة الفريسيين مش حرفيا خميرتهم، قصدي إيش؟ إنه تعاليمهم، احذروا تعاليم الفريسيين. نفس الإشي بخصوص يوحنا 3، لما يسوع كان بيحكي مع نيقوديموس، لما حكى لنيقوديموس إنه ما راح تدخل ملكوت السماء إلا إذا ولدت مرة أخرى، نيقوديموس فهم تفسير حرفي، إنه حكى إنه كيف بدي أرجع لبطن أمي، إنه هل كيف بدي أولد مرة ثانية، ما بنفع هذا الحكي. يسوع برضو صححه، انه حكى له انه الولادة الثانية هي ايش؟ ان تولد من الماء والروح، اللي نحن ايش؟ الكتاب المقدس بعرفه انه هو سر العماد. فبخصوص كل هاي الظروف اللي مثلا التلاميذ بفهموا يسوع غلط ويسوع بصححهم، غريب جدا انه بهذا النص كتير ناس عم بتركوا يسوع، بس يسوع ما عم بصححهم، عم بيظلوا واقف على كلمته. تاني دليل منقدمه انه كتير من اللغات اليونانية اللي موجودة بهذا النص فيها طابع قوي وطابع حرفي. واللاهوتي لودفيغ أوت في كتابه Fundamentals of Catholic Dogma بيوضح انه حتى لغات الأكل اللي بيستخدمها يسوع مش لغات الأكل تحت البشر، وإنما هي لغات الأكل لما حيوان يفترس فريسته بشكل ويأكلها بشكل عنيف. بيوضح اللاهوتي انه استخدام يسوع لهاي الكلمات عم بيوضح لأتباعه انه هو عم بيحكي لهم اشي حرفي، اشي لازم تسووه بمعنى الحرفي، ليس فقط كرمز. ثالثا، إذا منتطلع على العهد القديم وخصوصا ميخا 3 آية 3، منشوف إنه المعنى الرمزي لأكل جسد شخص آخر هو اضطهاده. فإذا أنت بدك تحكي إنه يوحنا 6 هي رمزية فقط، لازم تحكي إنه يسوع طلب منا نضطهده، بس أكيد مش منطقي، يسوع مش عم بطلب منا نضطهده، يسوع عم بطلب منا ناكل جسده ودمه. رابع دليل ممكن نستند إليه لحرفية كلام يسوع عن أكل جسده ودمه هي رسائل بولس، تحديدا 1 قرنثوس 11:27-29، فمن أكل خبز الرب أو شرب كأسه ولم يكن أهل لهما فقد أذنب إلى جسد الرب ودمه، فليختبر الإنسان نفسه ثم يأكل هكذا من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس، فمن أكل وشرب وهو لا يميز جسد الرب أكل وشرب الحكم على نفسه. فلاحظ أن اللغة اللي بيحكي فيها قوية جدا، غير مناسبة لرمز، أنه الإشي خطير جدا لدرجة أنك إذا أنت أكلته أنت خاطئ، أو أنت مش عم بتلاحظ أنه هذا جسد ودم الرب، بولس بقول لك أنك عم تشرب الحكم على نفسك. ولهذا السبب كنيستنا بتعلمنا أنه دائما قبل ما نأخذ سر القربان الأقدس يكون ضروري كتير أنه نعترف بخطايانا ونتوب عنها، مشان نكون مستحقين لننال هذا السر العظيم. خامسا وآخر دليل لحرفية كلام يسوع عن سر القربان الأقدس هي التقليد الكنسي. الرسل بشروا بكتير مناطق حوالين العالم، عملوا كنائس كتير وعينوا أساقف كتير بكل هالكنائس، وعطوهم وديعة الإيمان وعلموهم الإيمان المسيحي بشكل كامل. مشان هيك إذا منرجع لتعاليم هدول الآباء الكنسية لهدول الأساقفة، بنقدر إيش نطلع شو الرسل
عطوهم تعاليم شفوية، تفسير للكتاب المقدس غير اللي منشوفه مكتوب بالكتاب المقدس. أول أب كنسي ممكن نتطلع عليه هو القديس أغناطيوس الأنطاكي. القديس أغناطيوس الأنطاكي هو تلميذ يوحنا الحبيب كاتب الإنجيل الرابع. يعني حاليا بدنا نشوف رأي التلميذ اللي كتب النص اللي كنا بنشوفه قبل شوي، نشوف شو رأيه بالتفسير. شو بيحكي القديس؟ يمتنعون عن الإفخارستية والصلاة لأنهم لا يعترفون بأن القربان الأقدس هو جسد مخلصنا يسوع المسيح، الجسد الذي تألم من أجل خطايانا والذي أقامه الآب برحمته من الأموات. إذا هنا قديس أغناطيوس الأنطاكي برد على مجموعة من الهراطقة الذين بنكروا تجسد المسيح وبنكروا أيضا حضوره الحقيقي في سر القربان، وبأكد لهم أنه أنتم ما بتعترفوا أنه هذا القربان الأقدس، هذا الخمر والجسد، هو فعلا جسد ودم يسوع مخلصنا. نروح لأب كنسي آخر اللي هو القديس جاستن الشهيد، بيحكي أنه هذا الطعام نسميه القربان الأقدس ولا يجوز لأحد أن يتناوله دون أن يشاركنا في الإيمان، لأننا لا نقبل هذه الأشياء كخبز عادي أو شراب عادي، بل نقبل أنهم يسوع المسيح مخلصنا. وهكذا تعلمنا أيضا، تعلمنا أيضا من الرسل أن الطعام المكرس بكلمة الصلاة والذي منه يتغذى لحمنا ودمنا يصبح بالتحول لحم ودم يسوع المتجسد. إذن هون بحكينا القديس جوستن الشهيد شغلتين. أولا بقولنا أن هذا الخبز وهذا الخمر ما نستقبلهم كطعام عادي زي أكل تاني بنشربه، بل نستقبلهم كدم وجسد يسوع المسيح مخلصنا. ثاني إشي بحكينا يا القديس جوستن الشهيد أنه هذا الخبز وهذا الخمر عندما ينال كلام التقديس نحن بنسويه في القداس، شو بصير له؟ يتحول إلى جسد ودم المسيح. فنلاحظه هنا مش بس بحكي عن الحضور الحقيقي، لكن أيضا بحكي عن إيش هو التحول، هذا الخبز وهذا الخمر إلى جسد ودم المسيح. وأخيرا وليس آخرا، القديس إيرينيوس بحكي لنا إذا حلت كلمة الله على الكأس المخلوط والخبز المصنع وأصبحا الإفخارستية، أي دم وجسد المسيح اللذان يقويان ويبنيان جوهر جسدنا، فإن الخبز الذي يأتي من الأرض بعد أن نال دعوة الله لم يعد خبزا عاديا، بل الإفخارستية المكونة من حقيقتين أرضية وسماوية. إذن هنا القديس إيرينيوس بأكد الكلام اللي شفناه قبل، أنه وقت كلام التقديس وقت الصلاة يتحول هذا الخبز والخمر اللي لهم طبيعة أرضية نحن صنعناهم أخذناهم من الأرض، بصير عندهم حقيقة سماوية. ليش؟ لأنهم يصبحون الإفخارستية، أي جسد ودم سيد المسيح. ليش هذا عنصر ضروري جدا نفهمه إحنا كمسيحيين؟ هذا عنصر ضروري نفهمه لأنه هذا العنصر يحكم تصرفنا داخل القداس، لأنه الخبز والخمر بروح جوهرهم بصيروا جسد ودم المسيح، بصير جوهرهم هيك. مشان هيك نحن بنركع في القداس الإلهي، نظهر خشوع تام وقت كلام التقديس. مشان هيك بجوز لاحظتوا أنه بعض الكهنة ما بحبوا كتير حركة وقت كلام التقديس، خصوصا من اللي بيصوروا، بسبب هاي الشغلة، لأنه يسوع موجود على الهيكل. لم وقت ما يكون يسوع موجود على الهيكل، وقت ما يكون حضوره على الهيكل، كل الاهتمام لازم يكون عليه مش على أي واحد تاني. فحلو كتير أنه نحن بنصلي ونحن راكعين في هاي الكنيسة دائما نتذكر أنه على الهيكل مش بس في كاهن أو خدام أو شموع أو هذا، حط بالك أنه يسوع المسيح حقيقة موجود على هذا الهيكل. تاني عنصر مهم بسر القربان الأقدس اللي هو عنصر الذبيحة. سفر ملاخي بحكي لنا عن نبوءة، لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم في الأمم، وفي كل مكان تحرق وتقرب لإسمي ذبيحة طاهرة، لأن اسمي عظيم في الأمم قال رب القوات. هاي النبوءة شوي غريبة في العهد القديم. ليش؟ لأنه بالعهد القديم نعرف أنه بس شعب إسرائيل هو اللي كان يقرب ذبائح للرب ويقرب محارق، بس لكن النبوءة هاي بتقولنا أنه هاي المذابح الذبيحة اللي رح يقدموها الناس لا رح مش رح تقتصر فقط على شعب إسرائيل، بل أنه بكل الأمم وفي كل مكان في العالم رح تقدم هاي الذبيحة. طبعا إذا مش عارفين إيش التحقيق، النبوءة هاي تحقيق النبوءة هاي حسب وثيقة الديدكي من القرن الأول،
هي القداس الإلهي، لأنه في كل مرة نقيم قداس إلهي في أي دولة في العالم، في أي مكان في العالم، في أي أمة في العالم، نقدم نعمل سر الإفخارستية في القداس، هاي ذبيحة تقدم إلى الله الآب. هلأ هاي الذبيحة مش إنه نذبح نحن المسيح مرة تانية، مش إنه كل ما نعمل القداس المسيح بنصلب مرة تانية، لا، لأنه المسيح ذبيحته تفوق الزمان والمكان، بمعنى إنه المسيح مش بس مات لخطايا الناس الموجودين بوقته، مش بس مات لخطايا الناس الموجودين قدامه، برضه مات لخطايا الناس اللي راحوا وراه. فذبيحة المسيح تفوق أي زمان ومكان وتقدم في أي فترة. فالقداس الإلهي هو مش بس المسيح بيكون حاضر في سر القربان الأقدس، بل لكن نحن كلنا ككنيسة نشترك في هذا الحدث اللي صار قبل 2000 سنة. نفسه الحدث اللي هذا اللي صار قبل 2000 سنة، اللي هو لما قدم المسيح نفسه ذبيحة لله الآب كفارة لخطاياتنا، يتم نفس الحدث يتم استدعائه مرة أخرى في القداس لحتى نعيش هذا الحدث زي ما عاشوه يوحنا الحبيب وزي ما عاشوه المريمات لما كانوا جنب يسوع عند الصليب. وهاي شغلة زيادة تحطها بعين الاعتبار وانت راكع بالقداس، انه مش بس يسوع موجود على الهيكل، انا كمان عم بشارك بذبيحته، نفسها الذبيحة ب2000 سنة زي كأني موجود قبل 2000 سنة. هذا نفسه هو الحدث. حضور يسوع والذبيحة في سر القربان الأقدس هي زي خريطة، عرفنا شو قدامنا بالقداس نحن بنصلي، بس لكن هلا وين الشط اللي حابين نستمتع فيه؟ وين الغذاء الروحي؟ وين الفائدة الروحية؟ عشان نشوف الرسول بولس بشرح لنا: فأنتم جسد المسيح، كل واحد منكم عضو منه. أليست كأس البركة التي نباركها مشاركة في دم المسيح؟ أليس الخبز الذي نكسره مشاركة في جسد المسيح؟ إذا عم بقولنا يا رسول بولس هون إنه الكنيسة زي الجسد، المسيح هو الرأس وباقي الجسد هو زي الأعضاء. وطريقة الشركة في هذه الجسد، طريقة كيف كل الأعضاء ترتبط ببعضها، هي عن طريق كأس البركة وجسد المسيح الخبز، عن طريقه بصير هذا الجسد جسد واحد كامل متكامل. طب ايش الفائدة من هذا الاشي روحيا؟ يعني ايش الفائدة ان نكون متحدين مع يسوع؟ رسول بولس بيقولنا برسالته الى روما: فاذا اتحدنا به فصرنا على مثاله في الموت، فسنكون على مثاله في القيامة ايضا. ونحن نعلم ان انساننا القديم قد صلب معه ليزول هذا البشر الخاطئ، فلا نظل عبيدا للخطيئة، لان الذي مات تحرر من الخطيئة. فإذا كنا قد متنا مع المسيح، فإننا نؤمن بأننا سنحيا معه، ونعلم أن المسيح بعدما أقيم من بين الأموات لن يموت بعد ذلك، ولن يكون للموت عليه من سلطان. لا، شو المغزى من هذا الكلام؟ لا، إذا أنا واقف بالشارع في خطر من سيارة جاي قبالي، هل راسي رح ينأبع عن جسدي ويهرب وجسدي بيضل محله مشان يندعس؟ هل مثلا جسدي كله راح يهرب بس ايدي راح تنفك وتضلها محلها وتندعس للسياره؟ طبعا لا، ما دام الراس اللي هو المتحكم مشبوك بجسدي، اللي هو الجسد بيتبع الراس يتبع الراس، طالما مشبوكين مع بعض، اذا الراس امر شغله شاف الخطر عرفه على السريع، كل الجسد راح يتحرك معه. وهذا هو اللي بحكيه بولس هون، وإشي يوضحه القديس أثناسيوس أكثر في كتابه عن التجسد. كلياتنا منعيش بهاي الحياة نتعرض لكتير تجارب من الخطيئة، تجارب من الشرير، تجارب من الشيطان، آلام كتيرة، عذابات كتيرة، صعوبات كتيرة. كلياتنا نخضع لهاي الصعوبات سواء كانت بسيطة أو كبيرة، نوقع للخطيئة، نوقع للشر، نوقع لهذا العالم، منصير جزء منه، جزء لشره، جزء للكره وعدم وجود المحبة فيه. والطريقة الوحيدة انه نخلص من هذا العالم انه نحن نعيش حياة قديسين طاهرين بدون خطيئة، دائما نحب الناس. بس لكن اي مش ضروري، الكتاب المقدس حكي لنا هذا الشيء، اي دراسة للتاريخ البشري تفرجيك انه قديش البشر لحالهم ما بيقدروا يوصلوا هاي المرحلة. مشان هيك المسيح اتطوع عنها، انه
انك انتم مش قادرين تسووا هذا الاشي، انا راح اتجسد واسويه عنكم، راح اعيش حياتكم، راح اتجرب بنفس الخطأ، نفس التجارب اللي انتم تجربتوا فيها، راح اتألم نفس الالام اللي انتم تألمتوا فيها. بالنهاية لما اموت راح اكون منتصر، لان طول حياتي ما خضعت للعالم، ظليت حياتي مكرسة لله الآب، ظلت حياتي مكرسة للمحبة ومش للكراهية. مشان هيك لما مات المسيح نزل لعالم الأموات، القديس أغسطينوس بقولنا إنه لما الشيطان شاف المسيح دخل عليه حكاله إنه لم أجد سببا لموتك، إنه تعود الشيطان إنه كل الناس اللي بتموت خضعت للعالم، خضعت للخطيئة، وسهل جدا إنه يهاجمها. بس لما إجا المسيح إنه حكى إنه ما في سبب لتموت، إنك أنت هذا مش مكانك، أنت شو بتسوي هون يا يسوع؟ عشان هيك القديس أغسطينوس بيحكي إنه المسيح ما غلب الشيطان، ما غلب الموت، ما غلب الشريرة بقوته، غلبها بصلاحه، لأنه كان صالح. الموت والخطيئة ما قدروا يبلعوا المسيح، ما قدروا يأكلوه، فمشان هيك قام وانتصر في اليوم الثالث. وإذا نحن أخذنا من هذا الغذاء الروحي، كنا متحدين مع جسد المسيح، المسيح راح يعطينا نعمته، راح يعطينا قوته. عم بحكي لنا انه زي ما انا تفوقت على هاي الالام وهاي الصعوبات، انا راح اعطيكم هذا الغذاء لتكونوا متحدين معي، واي وين ما انا بروح شو ما بصير في، اذا انا انتصرت على الخطيئه وانا انتصرت على الموت وانا قمت من بين الاموات، كذلك هاي الحياه الابديه راح تعطى لكم طول ما انتم متحدين مني، طول ما انتم عم تاخذوا النعمه مني. لانه بدون هاي النعمه انتم ما راح تنالوا هاي الحياه. زي ايش؟ تقريبا زي الايد اللي بتنفك وبتندعس من السياره وباقي الجسد تشرف. شكرا كثير لاستماعكم، والله معكم. مجدود.